السلام عليكم. شو بدي زاد كالعادة معكم، رانا ولينا نتكلموا على المقابلة كما شلناها في الشوط الأول، مواجهة متكافئة ما بين زوج فرق، السويد وكوريا الجنوبية. شلنا كيف السويد في الشوط الأول هجمة كوريا فنيك هجمة بهجمة، شلنا مواجهة متكافئة، مواجهة تاع فرق كما يقول لك فرق مستوى ماشي مستوى عالي كما شفنا المقابلة تاع البارح، مش مستوى حسب فرق تلاقاو حسب المستوى واحد، مستوى واحد. شلنا هجمة بهجمة، شلنا فرص ضائعة من السويد من كوريا الجنوبية، شلنا بزاف فرق، شلنا بزاف فرص لكن بدون فعالية، لكن بدون فعالية. شلنا الشوط الأول ماهوش زعما كي ينبأ بمقابلة كبيرة، شناش بلي مقابلة كبيرة، شنا مواجهة كانت متكافئة بيناتهم. شنا وين اندريسون المدرب تاع السويد التصريحات اللي قال من حقه باش يفوز بهذه المقابلة، يحوس يفوز، خاصة وين المدرب فانيك تاع كوريا الجنوبية فانيك اللي يصرح ويحوس يرفع من المعنويات تاع اللاعبين تاعو، وفانيك المدرب تاع السويد فانيك يحوس يرفع من المعنويات تاعو. يعني المقابله ما كانت ماهيش كبيره، خاصه وين رانا نشوفو ضرب، رانا نشوفو في الشوط، نشوفو في الشوط الثاني 40 راهم لاعبين كيما هكا تما 56 دقيقه، ما مش انا نشوفو في 40 دقيقه، ما نشوفو في 48 دقيقة. شلنا غير كيفاش بدا الشوط الثاني 48 دقيقة، ماهيش مقابلة، مش انا نشوف مقابلة، نشوف دروك هجمة من السويد في عند كاري دي زويت تضيع، والمدافعين يعرفوا كيفاش يرجعوا الكرة ويعاودوا يلعبوا فيها، يبنوا اللعب من الدفاع. شلنا اللعب كيما يقول لك لعب ثقيل، مقابلة ثقيلة بزاف، على هذيك غادي ما نشوفوش مقابلة، ماشي ما نقولوش ما نصنفوهاش من المقابلات الكبار، مقابلة حسب المستوى. وكما يقول لك مواجهة كما يقول لك مقابلة كانت مواجهة متكافئة. من بعد نشوفوا الشوط الثاني، نهاية الشوط الثاني، فين نعاودوا نقولوا صحيتوا وربي يحفظكم.